أبايع أمير المؤمنين الخليفة أبو إبراهيم الحسين القرشي على السمع والطاعة في العسر واليسر. أنت شنظرك على هالشيء؟ تعال أخدم معانا يا رجل، نخدم في الكتيبة. تبين نرفع سلاح من جديده؟ وخير سلاح، مش كان يفطر ويتغدى ويتعشى معانا كل يوم؟ إيه، هدكية زمان. صحيح أننا أصبحنا أكثر تنظيماً وقوة، ولكن ينبغي أن لا ننسى أن العدو لا يبعد عنا سوى كيلومترات معدودة. تقصد قوات مصراتة؟ بالضبط. لن تصبح الأمور في أيدينا حتى نقوم بإخراجهم من سرت مدحورين. يومين دار حديث بيني وبين أبو البركات حول الطريقة المثلى اللي من خلالها ممكن أننا نعلن عن أنفسنا من هنا، فاستقر رأينا على فكرة كبيرة لو تمكننا من تطبيقها على أكمل وجه سيهتز لها العالم بأكمله بعون الله. All praises due to Allah the Strong and Al-Majid. And may blessing and peace be upon the one sent the sword. أوقف! أوقف! حاول يا أبو عامر أن ترفع صوتك وخلي السكين مقابل وجهك، لا تلوح بها بعيدة. All praises due to Allah the Strong and the Mighty. And may blessing and peace be upon the one sent this war as a mercy to all the world. All people, recently you seen us of hell's the sham and Dab explain, shaved the heads that have been for a long time, start against Muslim and Islam. And now, we are in the south of the Rome, in plan of Islam, Libya, sending another message. O Crusaders, safety for you. When you're fighting us all together, we will to fight in you all together. Thank you.
praise is due to Allah, the strong and mighty. And may blessings and peace be upon the one sent by the sword. And today, we're on the south of Rome, on the land of Islam. داعش تكشر عن أنيابها، وأين؟ على شواطئ السرت، مشهد مروع يصدم العالم بأكمله، حيث تم فصل الرؤوس عن الأجساد وكأنها رؤوس لدمى وليست لبشر من لحم ودم. هكذا كان المشهد الذي تداولته كل قنوات العالم بالأمس واليوم وفي الغد وربما لسنوات قادمة. مياه شواطئ السرت الليبية تصبغت باللون الأحمر القاتم، ولكن من المسؤول؟ لسنا وحدنا من نطرح هذا السؤال، بل العالم بأكمله. من المسؤول عن تغلغل هذا التنظيم الإرهابي في بلادنا؟ من المسؤول عن تغوله؟ أين كان وكيف نشأ؟ وكيف وصل لأن يعدم 23 إنساناً دون أي رحمة أو شفقة؟ أخالني أسمع الآن الإجابة على ألسنة ملايين الليبيين. أليس الحكام المتواجدون في طرابلس هم السبب الأول والرئيسي في انتشار الإرهاب في بلادنا؟ أليس هم من حاربوا المؤسسة العسكرية؟ أليس هم من رفعوا شعار مدنية الدولة زوراً وبهتاناً؟ ولعل الكثير منا يتساءل، أين هم الآن من هذه المذبحة؟ لماذا لا يحررون السرت من هذا التنظيم الإرهابي؟ أم أن بنادقهم خرست هذه المرة فجأة على غير عادتها؟ فاصل ونواصل. محتوى صادم حول إلى حد كبير الاهتمام بالشكل. فظاعة وبشاعة صور إعدام الأقباط المصريين في ليبيا منتصف الشهر الجاري على يد تنظيم الدولة الإسلامية أرجع الحسم في كل الشكوك التي حامت حول Tonight, Christians in the Middle East mark for death because of their faith, and no one must fight for them. As Christians are So far, it seems to be signed that they have two different states. We understand mourning in response to the death of these. Egypt says it has launched airstrikes against Daesh targets in Libya after the extremist group released a grisly video showing the beheading of Libya. ما بعد هلهم يا كبد، ما بعد هلهم. الناس ديما من وين جونا؟ بس تعرف نفس الجملة هذه أنا قلتها لي خالتك سعاد، منين جونا هادو؟ بس لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرب شوكاتك ويقفون مكتوفي الأيدي ويقتادهم. مال وين طارق؟ وين بيكون؟ يا راقد يا راقد. في كانون الثاني يناير الفائت خفي عليه شوية يا غالي، طارق واجعين أصحابه اللي ماتوا في الحرب، هذا علاش متغير راه؟ ولا لامته لا لامته هكي يميمتي، الموضوع راه يبي وقت باش يطلع منه. باهي من نهار ما مات سليم الله يرحمه وهو شن قاعد يدير طول الوقت وهو سلاحه عنده ويدور من كتيبة لكتيبة. شنو؟ ولا تحليم العادتها القديمة؟ شنو تبيني ندير؟ رقدت وطلعت نخدم وانت تو هادي تسمي فيها خدمة؟ جيب فلوس ولا؟ حتى السارق يجيب في فلوس راهو.
أنا يمكن في عيوب واجد يمي، لكن عمري ما كنت سارق ولا حنكون ميليشاوي صح، لكن مش سارق زي باقي السراق اللي تسمعوا بيهم هدام. زعما يا فندي سليمان صايمينهم مع الشباب ويولوا جنود نظاميين. المفروض من زمان، لكن انقسام السياسيين هو اللي عقد الحكاية وزاد صعابها. كل واحد يبي يروح قائد جيش ومستعد يخرب الدنيا كلها مكرف الثاني. خلينا نكون واقعين شوية يا فندي سليمان، كل طرف من الأطراف السياسية في البلاد مصمم إنه هو يصنف الشباب هديما من ضمن الميليشيات. تشوف فينا هنا يا ملازم عماد، الأغلبية عسكريين وكتيبتنا أغلبها ضباط نظاميين. صحيح معنا مدنيين، لكن من هم من وين؟ ما هو أخوتنا وأولادنا. حرب التحرير ظرف الثورة هي اللي جبرتهم يشدوا سلاح ويقاتلوا، وهذه ما مستحيل يكونوا ضد بناء جيش وشرطة، مستعدين ينضموا لمؤسسة عسكرية نظامية سواء بكتيبهم ولا بشكل فردي. لكن شوفت عينك طلقوا عليهم جيش إلكتروني وقنوات وبدوا فيهم، يا ميليشيات يا عصابات يا إرهابيين. ووقت تحصل البلاد تعالوا يا توار يا أشاوس. وبعدين قصة الميليشيات اللي قاعدة تسبها، تعال شوف العالم. الجيش الأمريكي مثلا ما هو أساسا ميليشيات. بلاش يا سيدي، الجيش الليبي ما هو عبارة عن ناس عاديين شدوا بنادقهم وجاهدوا وأسسوا الجيش الليبي، وقعدوا يقولوا عليهم عصابات مسلحة. عمر المختار يقولوا عليه كبير العصاة. والله إلا فعلا صحيح. الخلاصة أن ما فيش شيء صعب ومستحيل، تصفى النية والقلوب كل شيء يصير. وهالشباب اللي تشوف فيهم مستعدين يكونوا ضباط وجنود، شوية تدريب على حوافز وتشوفه، لكن الإرادة السياسية هي اللي وينها.
لا عمي ما قالش كيرا. أمال شني قال؟ قال لي تجي رسمي ودير فضانية بعدين تعال ارفعها حتى بردة. والله حمزة صبرك الغداء؟ يهودي صحيحتين يوم نقوله كان جوعت بعدين ناكل نعرف المطر صحيح. يهودي مبصر عليك قال حدد يوم ما عندكش حتى مشكلة. داعش تكشر عن أنيابها وأين على شواطئ سرت مشهد مروع يصدم العالم بأكمله حيث تم فصل الرؤوس عن الأجساد وكأنها رؤوس لدماء ما تبعتيش الأخبار اليوم من لحم ودم. هكذا كان المشهد الذي تداولته كل قنوات العالم بالأمس واليوم وفي الغد وربما لسنوات قادمة. مياه شواطئ السرت الليبية تصبغت باللون الأحمر القاتم ولكن من المسؤول؟ لسنا وحدنا من نطرح هذا السؤال بل العالم بأكمله. من المسؤول عن تغلغل هذا التنظيم الإرهابي في بلاد؟ أنت متأكد من المعلومات هذه؟ بشكل كبير. الوضع خطير فعلا وكل يوم أخطر من اليوم اللي قبله. التقرير اللي وصلنا أن أكثر من 200 مقاتل وصلوا سرت المدة اللي فاتت من الجنسيات السنغالية والمصرية والمالية والسودانية. من أي طريق يجوا؟ كل جنسية تجي من طريق مختلفة بس غالباً يجتمعوا في مضافة تجدابية للي جايين من مصر وعن طريق السودان ومضافة بن وليد اللي جايين من الجنوب وأما اللي جايين من السنغال ومالي هادو ينزلوا في مضافة صبراتة اللي تستقبل في اللي جايين من تونس والجزائر. التنظيم قاعد يقوى يوم بعد يوم لازم نتحركوا في أسرع وقت. لو كان القرار بإيدي مستعد نهجمه من غضوة لكن البلاد منقسمة سياسياً واقتصادياً. احنا محتاجين لمجهود كبير باش نتوحد ونقضوا عليها السرطان اللي قاعد ينتشر بيننا. فيديو تبح الأقباط ده طجة كبيرة في القنوات العالمية. الناس هذه جاية تبي الخراب لبلادنا تبي تورطنا في موضوع أكبر. الناس هذه الإسلام منهم بريء لو كان أهمهم الإسلام فعلاً لكانوا يعرفوا أن ليبيا أرض إسلام وإنها آخر دولة تحتاج لإصلاح في الدين. لكن هادو جايين باش يقضوا على الإسلام الوسطي اللي في بلادنا ويبوا يزرعوا التطرف بيننا. الناس هذه يعرفوا مليح أن الشعب الليبي أبعد ما يكون عن التطرف. هذا علاش جايين بمخطط استخباراتي مستهدفيننا في ديننا ووسطيتنا. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. هنيئا لنا بالنصر. هنيئا لنا. هنيئا لنا الحمد لله. هنيئا. قبل كل شيء أنقل لكم السلام الحار والعميق من أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي حفظه الله ورعاه. حفظه الله. بالانتصار الذي تحقق في إصدار ذبح الأقباط عمال الصليب. الله أكبر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما أثنى على أبي عامر ودوره في العملية وتهديده بغزو دول الصليب بلغتهم التي يفهمونها. أنا لم أقم بدوري إلا في سبيل الله ونصرة لدولة الإسلام والحمد لله. نعم لله. كما أكد مفتي الدولة حفظه الله على ضرورة الاستمرار في هذا النهج وقال إن ديننا لن ينتصر إلا إذا اصطبغت كافة بحار العالم بدماء عبدة الصليب وأذنابهم في بلداننا الإسلامية. دولة الإسلام باقية. دولة الإسلام باقية. باقية وتتمدد بعون الله. تفضل. هنيئا لك بسماع صوتي. ستسمعونه عما قريب. متى؟ قلت لك قريبا. ولكن بالفعل متى؟ لقد طلبت مكالمته منذ فترة لا بأس بها. ما بالك يا أبا عبد الله؟ لا شيء فقط أتوق لسماع صوت الخليفة حفظه الله. حسنا
سأعمل على تأمين اتصال بينكما قريبا. أنت تعلم جيدا أن الموضوع ليس بالسهل على الإطلاق، من الناحية الأمنية أقصد. أدعو الله أن يكون ذلك قريبا. سيكلمك أمير المؤمنين متى شاء، إنه أمير المؤمنين. حفظه الله ورعاه. اجلبوا لنا الطعام. والله جعنا يا أخي. زعما يا صابرين يعملوها ويهجموا علينا. تعودي من الشيطان، من يقدر يهجم علينا؟ الثوار مصراتة ما يقدروش عبير. أما الفيديو قالب الدنيا. قصدك فيديو شاطي؟ إيه، أنت ما تدخلش على الانترنت ولا شنو؟ ما يهمنيش كلام العوام. بعدين أنت ما وراك شيء إلا الموبايل والانترنت وتضيع الوقت. تعرفي كان يشدوا في يدك الموبايل شن يديروا فيك؟ شنية تحبني نعمل يعني؟ أحنا ينحذروا في الماكلة يا ريقدي، ما ورانا شيء كان الماكلة والنوء. أنت حلك عند أم خبيب. جاه ربي ليه يا صابرين، كله إلى أم خبيب. شبيك هبلت يا أخي؟ ما تخافيش، أنا ما نغدرش بصحباتي. أم سالم، ابنك أمام باب المضافة يريد رؤيتك. سالم يا سالم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت أم سالم؟ نعم أنا. اليوم فقط التقيت بسالم أول مرة. فتى قوي القلب والعقيدة، وسيكون له بعون الله مستقبلا مشرقا في دولة الإسلام. وهبته لخدمة الإسلام ودولته. ولهذا جئت إليك لأطلب منك طلبا. تفضل. أن تأذني لسالم لكي ينضم لجيش الخلافة، وأنا من سيعلمه القتال بشكل شخصي. ولكن ماذا؟ تحدثي. هو لم تحدث يا أمة الإسلام، لا ضير. لم يبلغ بعد، وهو غير مكلف بالقتال حتى الآن. هذا الأسد المقدام ولم يبلغ بعد. لا بأس، سأعلمه القتال خلال هذه الفترة، ولا أظن أن الوقت سيطول به حتى يبلغ ويشتد عوده ويصير مقاتلا ومحاربا كبيرا وينضم لجيش الخلافة. وأنت تعلمين جيداً أنه محرم شرعاً منع الأبناء للانضمام إلى الجهاد، وكما تعلمين كذلك ما هي عقوبة التولي يوم الزحف. عباد الله، إن من خرجوا علينا قبل أيام بفيديو تقشعر له الأبدان وهم يذبحون بشراً من لحم ودم وبكل برودة أعصاب، هؤلاء عصابة مجهولة في تأسيسها، مجهولة في أهدافها ومصادر تمويلها وسياساتها، فعلى أبناء أمتنا ألا يغتروا بشعاراتهم الزائفة ولا دعواتهم الكاذبة، وأن يحذروا من الوقوع في حبائلهم والانجرار وراء مقولاتهم البراقة التي تتخذ من الدين غطاءً لها، فهم لا يفرقون في القتل
بين كبير ولا صغير، ولا مسلم ولا ذمي، ولا ذكر وأنثى. وهذا مناف لما أوصانا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. استووا، اعتدلوا، سدوا الفرج. الله أكبر. السلام عليكم. شو حالك يا خليفة؟ أراك تدافع عن الكفار يا شيخ صلاح. تغرد السلام قبل؟ هانت عليك دماء المسلمين في فلسطين والعراق، لتأتي اليوم وتدافع عن قتلتهم. ليش هم اللي ذبحوهم الإرهابيين هدمة؟ هم نفسهم اللي يقتلوا في هلنا في فلسطين والعراق. هم من نفس الجنس والمكون والدماء، ويستحقون ذات الجزاء. يا أخي هم بشر أولاً وأخيراً، وديننا ما أمرناش بالقتل والإفساد في الأرض، فما بالك هم مستأمنين وجايين ضيوف على أرضنا للعمل وفق قوانيننا وضوابطنا وبعقود رسمية، فبأي حق تستبيح دمهم؟ بأي حق ترى؟ خبرني عن أي قوانين أنت تتحدث يا هذا؟ قوانين دولة الطواغيت الذين يتبعون أهوائهم وينفذون أوامر الكفار ولا يحكمون بما أنزل الله. إيه؟ أنت قريب تكفرني حتى أنا. احذر يا شيخ، احذر اليوم بالكلام وغدوة بالفعل. ادخل. كيفك استاذ؟ اهلين مذيعتنا المتألقة، بخير، تفضل. كنت رايحة على الاستوديو وقالوا لي الاستاذ بده اياك. اولا انا مبسوط جدا من الشغل الكبير اللي انت تديري فيه. ملتزمة بشكل كامل برؤيتك يا استاذ. كويس، وهذا اللي عاجبني فيك. ثانيا، نبيك تزيدي ترفعي في العيار شوية في الحلقات الجاية. أنا كلمت المعدين إنهم يزيدوا في مقدماتك النارية شوية بهارات. إيه، وليش لا؟ البهارات منيحة تحل الأكل.
مكافأة بسيطة على الشغل اللي تديري فيه. شكرا عن جد، ميرسي لك يا استاذ، يعني الله يخلي لنا اياك. مش عارفة شو بدي اقول. موفقة بعون الله. شكرا يا استاذ. ناديلي الحمار اللي اسمه صالح. اين مذيع الزفت من غيره؟ اسمع، شحطوه ساعة في الانتظار وبعدين دخلوه لي هالبهيم. بهايم. قاعدة تجدد. أهلا سيادة العميد. أهلا وسهلا، آسف تأخرت عليك، تفضل. لا ولا يهمك، أكيد عارف مسؤولياتك. والله ما هناك مسؤوليات، جماعة التعليم دايرين اعتصام قدام المقر، طلعت نطمن فيهم شوية. شنو هي؟ التعليم برا مسؤولياتك ولا كيف؟ لكن الله يبارك، عندك مكتبة قيمة. الشيء الوحيد اللي يريح فيه نفسيا في المكتب هذا هي مجموعة الكتب هذه. وشن آخر كتاب عجبك فيهم؟ هذا آخر تقرير للوضع في سرت، تفضل. بسم الله الذي خلق البشر والحجر وجعل لكل نفس بداية ونهاية، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد ألمنا وأفرحنا في نفس الوقت خبر استشهاد الأمير النبيل الذي لم يلد له طرف ولم تنكسر له قناة في قتل أعداء الله حتى قضى أجله وقبض الله روحه. سيف البغدادي المبجل الذي بنى الله به صرح دولتنا الإسلامية في ولاية ليبيا. المجاهد المؤمن أبي عبد العزيز الأنباري تقبله الله في جناته بقصف من طيران الأمريكان الكفرة أعداء الإسلام والمسلمين. ونحن اليوم إذ نستذكر سيرة أبي عبد العزيز الطيبة العطرة، يجب علينا أن نمضي في الطريق التي اختارها والتي اخترناها بفضل الله ومشيئته، وألا نحيد لحظة عن خدمة ديننا ودولتنا الإسلامية الحبيبة. واليوم فقط وصلني كتاب أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي القرشي حفظه الله ورعاه، وجاء فيه أمرا بتكليف كوال على ليبيا وشمال إفريقيا، فأدعوكم أيها الإخوة لتقديم البيعة على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بايعك واليا لليبيا وشمال أفريقيا. بايعك واليا لليبيا وشمال أفريقيا. على السمع والطاعة. على السمع والطاعة. العسر واليسر. العسر واليسر. والمنشط والمكره. والمنشط والمكره. وعلى أثرة علينا. وعلى أثرة علينا. وألا ننازع الأمر أهله. وألا ننازع الأمر أهله.
إلا أن نرى كفراً بواحاً لنا فيه من الله برهان. إلا أن نرى كفراً بواحاً لنا فيه من الله برهان. والله على ما نقول شهيد. والله على ما نقول شهيد. العفة، العفة في اللغة هي الكف عن الحرام، أما في الإصطلاح الشرعي فهي التوسط. ثم تسلسلت الآيات. حضر روحك بذكر الوسائل الوقائية. لشنو؟ للزواج. التي منها القولي. علاش شن صاير؟ فما رسالة جت من الخليفة ضرورة الحث على الزواج والتشجيع عليه، يعني ما عادش يحبوا مرأة تبقى عانس. معناها انت اول واحدة. اين المهم يكون مزيان طويل وابيض؟ ان شاء الله نصيبك راجل متجوز ثلاثة. عليكم السلام. شنو رايكم باليسار؟ تقصد اختيار التكريتي للولاية؟ ايه. الامر متوقع. وليش متوقع؟ الانباري غفر الله له حط التكريتي نايب ليه بعد مشيري درنا. وانت شنو رايك يا ابو نصر؟ اللي شوفه خليفة المسلمين انا معاه، ما عندي شيء اعتراض. لكن انتم عارفين المشكله وين. وين هالاخوه العراقيين محتكرين الاتصال بالخليفه حفظه الله بشكل كامل، ما يبوناش احنا نوصلوا فيه. كلام هذا خطير وحيسبب فتنه يا ابو عبد الله. انا مع ابو يعلى، لازم نفوت الحاجات هذي حتى ما يصيرش بيناتنا شقاق. فهمت عليك. كلمك بوي. خصوص؟ بخصوص جار الشكل. الراجل راهو وجعنا دماغه. قولي له خير ان شاء الله. اني حنط. راهو اللي جار تراكم علينا، لينا اربع شهور ما دفعناش. الحال قدامك يا منال. الحكايه جافه. المحل يدوب يطلع حق اجاره. باهي والحل؟ الحل يصبر للرب يفرج. اجلس، اجلس واستريح. من الصباح على لحم بطني. كيف يصير؟ منذ متى كنا نبقي ضيوفنا هكذا بدون أكل؟ يا حيف يا حيف، هيا أجلب له الطعام فورا. هل تحب اللحم؟ اللحم المشوي الذي يجب أن تجرب اللحم الذي يعده شبابنا هنا. انتم بتقولون عليه، بيقولون عليه برذيم صح؟ اجلبوا له لحما لذيذا ولا تنسوا الفواكه، هيا بسرعه.
منو؟ مراد. دقيقة بس. خش خش يا مراد. اهلا بالافندي مراد. افندي مرة واحدة. خلاص عاد. كل ايام تخرج وتولي ضابط. ان شاء الله ربي يسهل. طبعا ما نبيش ننسى فضلك علي، كنت توصل فيه الكلية مرة مرة تعطي فيه في مصروفي. كان دمك خاف الايام هذه يا ولد. لا. ولا تشيل حاجة كبيرة يا مراد. تعرف معزتك كبيرة عندي واجد. كنت نتمنى نكون زيك لكن ما قدرتش. ما عادش تقول هالكلام. ما شاء الله عليك. راجل مش ناقصك شيء. ناقصني حاجة نشوف فيها عندك وأنا ما عنديش يا مراد. شنية؟ إنه يكون عندي هدف. زيك. حفل تخرجي الأسبوع الجاي. راك تغيب. وديلي روحك. انت هذا كلام يا رجل. انا اول واحد تلقاني جنبك. الله يدفعها. أتمنى أن يكون اللحم قد أعجبك. Have a good meal كما يقول الإنجليز أخزهم الله. أو كما يقول الفرنسيون المارقون Bon appétit mon cher ami. الآن وبعد أن أكلت وانتفخت أوداجك، هاي أخبرني، من هي المجموعة التي تعمل معك داخل المدينة؟ أنا بروحي ما معي حد. يا أخي أشبعناك لحما فلا تشبعنا كذبا وبهتانا. لقد أمسكوا بك وبحوزتك العديد من المناشير التي تحرض من خلالها سكان إمارة سرت للانتفاضة ضد الدولة الإسلامية المباركة. هل هذا صحيح أم نحن نكذب والعياذ بالله؟ هذا الفعل لا يمكن أن يكون عملاً فردياً على الإطلاق. إذن من معك؟ قلت لك إني بروحي ما معي حد. والله نخدم بروحي. لا بأس، لا تقلق، هون عليك. لا يمكننا أن نضغط عليك أكثر من ذلك. في نهاية المطاف أنت سوف تخضع لمحاكمة عادلة، والمحكمة في النهاية هي من ستقرر في أمرك إذا كنت أنت مذنبا أم لا. الآن وبعد أن انتهيت من الأكل، تحب تحلي؟ هل تحب الحلويات؟ ما رأيك بالقليل من البكلاوة الطرابلسية؟ هي الأروع في العالم. ها؟ بكلاوة طرابلسية؟ واحد بكلاوة. ورص أمك. لا ورص أمك. لا 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 ورص أمك. لا أم سالم. نعم. تعالي نبيك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أم سالم؟ بخير والحمد لله يا أم الحارث. وكيف حال ابنك؟ بخير حال والحمد لله. الحمد لله. هل أنت مرتاحة هنا في مضافة النساء؟ بالتأكيد، فأنا هنا للجهاد في سبيل الله. أحسنت الإجابة. عموما طلبتك لأخبرك بأن هناك طلبا وصلني من أحد المجاهدين للزواج بك. الحقيقة لا أعلم ماذا أقول. يجب أن تقولي سمعا وطاعا. أوامر قاضي الأحوال الشخصية واضحة بهذا الخصوص. يجب على كل امرأة ورجل لم يتزوجا وقادرين على زواج أن يتزوجا دون تأخير. يا أم سالم، هل تعتقدي أن دولتنا ستعلو وتنمو دون أن يزداد عددنا لتقوى شوكتنا؟ حاشا وكلا أن أعترض على أوامر ولاة أمورنا حفظهم الله. هذا ما أنتظره منك. ومن هو الذي تقدم لي؟ أبو بلال. أبو بلال البومكي من مالي. من مالي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت لا تعلم مدى محبتي لك يا أبو حذيفة. أنت اليوم تقدم المثال الحقيقي للمسلم الصابر الغيور على دينه وأمته. أنت اليوم تنتقم لآلاف المسلمين في العراق وسوريا وكافة بلاد المسلمين. أنت اليوم تنتقم لهم وتأخذ بثأرهم وترفع راية الإسلام في علياء السماء. وكما يقول مفتينا حفظه الله في كل وقت وحين، لا يموت إنسانا مسلما صابرا محتسبا مضحيا بروحه في سبيل الإسلام والمسلمين إلا وكانت حور العين في انتظاره على أبواب جنات النعيم بإذن الله. ثم كنت أتمنى أن أكون في مكانك يا ابن مصر، أرض الكنانة والنال جزاءك، لكن الله وضعني في مكاني ووضعك أنت في مكانك بحكمته ومشيئته. والله إني لا أغبطك، هنيئا لك وهنيئا لنا بك. بمثل أبو حذيفة ستكبر دولة الإسلام وتزداد شوكتها في كافة أنحاء العالم بعون الله وتوفيقه. ألف مبروك يا أخوي. بارك فيك يا أخوي. وأخيراً ها؟ وأخيراً. خذيت لك شوية صور وفيديو تنزل لك بعدين. صحيت. فرحتي كانت ناقصة لأن أمي مرضت وما قدرت تجي. فرحتي تمت بجيتك. أنت فكر زمان لما كنت صغير. أبوي الله يرحمه خذا لك بدلة شرطة وصورت بها. ومن هذاك اليوم وأنت تقول لي بنولي شرطي. أه اليوم الحمد لله تخرجت ووليت شرطي. ألف مبروك.
هدف اللي في دماغك وصلت. خيرنا عادل ونقول بقى نكدك. هاي عدي توا جنب جماعتك، نعدي نجيب قهوة ونجي نجيب لك معايو. يا ريت. نص نص زي العادة. نص نص زي العادة. السلام عليكم. بالله زوز نص نص ديرنا عصرة طويلة. هاي جيتك. هي تعال. ترجمة